أما بعد، وقد مضى نحو شهر على اتفاق المصالحة، ومع الاستعداد لجولة جديدة من المباحثات في العاصمة المصرية القاهرة يشارك فيها 13 فصيلا فلسطينيا، ما الذي تغير حتى الآن على أرض الواقع؟ وكيف هي الصورة في قطاع غزة؟ ومتى سنشهد انتخابات رئاسية وتشريعية؟ وهل هناك نية قريبة لعقد جلسات المجلس الوطني؟ وأين ستعقد؟ هذه جزء من أسئلة نطرحها اليوم في حلقة جديدة من برنامجي في البلد على مفوض التعبئة والتنظيم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور جمال بحيسن. دكتور جمال، أهلا وسهلا بك. أهلا بك دكتور جمال. في 21 من الشهر القادم تتوجه الفصائل الفلسطينية 13 فصيلا إلى القاهرة، ما الملفات التي ستبحث هناك؟ يعني أكيد هناك دائما مشاركة لكل الفلسطيني. بنعرف المشكلة بالأساس كانت بين حركتي فتح وحماس، وخاصة بعد الانقلاب اللي قامت فيه حركة حماس ب 2007، فكان لابد أول شيء يكون توافق بين فتح وبين حماس اللي هو المشكلة كانت بيناتهم. وبعد ذلك كون الموضوع يخص الكل الفلسطيني والكل عانى من السنوات السابقة نتيجة هذا اللي حصل، معنيين الكل أيضا يكون مطلع على تفاصيل ما سيجري في من اتفاق أو ما جرى من اتفاق ما بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية والأخوة المصريين، معني مشاركة الجميع. وكما قلت عدا عن ما يتعلق في الموضوع اللي بخص السلطة الفلسطينية، أيضا هناك قضايا تخص منظمة التحرير الفلسطينية، والكل الفلسطيني أيضا يشارك في الاجتماعات اللي كانت تعقد من أجل المجلس الوطني. في ذاك الاجتماع اللي في القاهرة سيضم الجميع، نأمل يكون في قطاعنا شوط في اتجاه تطبيق أو تمكين الحكومة من ممارسة دورها في قطاع غزة، وقطعنا خطوات أكثر في القضايا الأخرى. وبعد ذلك ذهاب لمصر هي تكون تقييم لمرحلة ما تم بعد اتفاق القاهرة الأخير اللي له جداول زمنية، وأيضا التفكير في الخطوات اللاحقة في المستقبل. ورغم ذلك بنقول إنه الخطوات اللاحقة إيش هي دكتور؟ ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، ما يتعلق بالتشريع، ما يتعلق بالمجلس الوطني. احنا بنعرف كان بالبداية بالأول الانتخابات جرت على أساس 50% نسبي 50% دوائر. بالاتفاقات اللي كانت بتتم بالأخير بينها بين حماس وبوجود فصل منظمة التحرير، كان الحديث أو الاتفاق على 75% نسبي و 25 دوائر. اليوم مطلب فتح ومطلب كل فصل منظمة التحرير أن يكون كلها نسبي بالكامل، حتى تعطي مجال ونسبة حسم بسيطة، حتى تعطي مجال لكل الفصائل تكون مشاركة. حماس موافقة على هذا الطرح حتى الآن؟ يعني هذا مطلوب البحث فيه في الاجتماعات القادمة. الاتفاق حتى الآن على 75-25. احنا نرى انه المصلحة الوطنية كما احنا بنطبق انتخابات نسبية في كل المؤسسات الأخرى في الشعب الفلسطيني، سواء كانت أهلية ولا رسمية. بالتالي لما تعمل انتخابات على أساس القائمة النسبية، أنا برجع بقول مصلحة أكثر ومعبر أكثر أيضا عن الحجم الفصيل الفلسطيني وايضا حجم مشاركه الجميع. لكن دكتور مش ممكن ياثر او يهمش البعد العائلي اللي هي فلسطين بهذه التركيبه اصلا، الغي دور المدينه دور القريه في الانتخاب ويصير التصويت مباشره للحزب؟ يعني بتصور اي حركه وطنيه لما بدها تعمل بتراعي الكل الوطنيه، بالتالي اكيد بتكون واضعه في اعتبار لما تعمل قائمه هذا مجلس مثل الشعب. بتبدأ يكون جاء في عندك بعضاك من المدينة من القرية من المخيم، بده يكون كل تشكيل الشعب الفلسطيني موجود. ولكن بالأخير أكيد أنت بتلعب بدور أيضا في إطار تعزيز البعد الوطني اللي هو إحنا في مرحلة تحرر وطني، بالتالي بدنا نركز على البعد الوطني. مجتمعنا العشائرية تأخذ باعتبار في التكافل الاجتماعي بين الشعب، ولكن في الإطار العمل النضالي والوطني بدك تنمي البعد الوطني في الها. بالتالي أنت تضع قوائمك وتراعي فيها كل التركيب اللي عندك، وقدرنا نراعي المستقلين. ليس بالضرورة تكون القائمة تبعت فتح أن كل فيها من فتح، ممكن يكون فيها ناس من فتح، ممكن يكون فيها ناس من الشخصيات وطنية مستقلة، وممكن يكون فيها يعني أكاديميين، ممكن كذا شغلات كثير ممكن. حركة فتح بدأت بهذا المرحلة تحضير أسماء وما شابه؟ يعني لسه بصور ما وصلناش لمرحلة التحديد التواريخ لموعد انعقاد المجلس الوطني. بالأساس يجب أنه اليوم نركز جهودنا على تنفيذ الاتفاق اللي تم بالقاهرة من حيث تمكين الحكومة ممارسة عملها في قطاع غزة. خطوة أولى
لا ندخل على منظمة التحرير واحنا لسه مش مخلصين بما يتعلق بموضوع السلطة. فبداية موضوع السلطة وتمكين الحكومة، ثم خطوة لاحقة تأتي موضوع المجلس الوطني. طب تحويل نظام الانتخابات لنظام نسبي بالكامل تم طرحه مباشرة مع حركة حماس مثلا؟ هلا طلع على الإخوة في حركة حماس، لكن برجع بقول هذا يحتاج الاتفاق، وبتصور طرح أيضا في اجتماع اللجنة التحضيرية اللي عقدت في بيروت بشهر واحد من هذا العام. الموقف الأول إيش كان؟ للفصائل. بتصور اليوم حماس قد تأتي في اتجاه تكون أكثر تعامل مع الواقع، برغماتية أكثر من الفترة السابقة، وهذا اللي بيّن أيضا فيما يتعلق في الموضوع السياسي كان بشكل عقبة أمام انعقاد مجلس وطني فلسطيني. مش ممكن يكون في أكثر من برنامج. هل إحنا نذهب للمجلس الوطني؟ المجلس الوطني ماذا ما يقر من برنامج نلتزم فيه؟ بالتالي أي فصيل فلسطيني فاتح حماس، أي فصيل فلسطيني عنده وجهة نظر سياسية تطرح في اجتماع المجلس الوطني اللي بيتم التصويت عليه وقراره نلتزم الجميع فيه، وهو يكون برنامج الحكومة. الحكومة عبارة عن ذراع من أضرب منظمة التحرير الفلسطينية اللي السلطة الوطنية. لذلك نرجع بقول الوثيقة السياسية اللي صدرت من حماس بالفترة السابقة ومقدمة الاتفاق اللي حصل بالقارب بالفترة الأخيرة تلتقي مع برنامج منظمة التحرير من الحديث عن أراضي المحتلة للدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، القدس الشرقية عاصمتها وعودة اللاجئين حسب القرن 194. برأيك دكتور التغيرات اللي صارت بالقيادة السياسية لحركة حماس ساهمت في تغيير صورة الوضع أو نظرة حماس للمصالحة الفلسطينية لشكل الدولة الفلسطينية؟ يعني أكيد أشقائنا العرب بشعروا أن المنطقة عاشت فترة أخيرة بزلزال كبير وقد تقدم على بركان في المرحلة القادمة، وبالتالي الوضع صعب، بيتطلب من الجميع انه يحاول مرتب اوضاعه الداخليه. واحنا بنشكر اخواننا المصريين على الجهد اللي بذلوه مش اجل ترتيب البيت الفلسطيني. هلا ايضا ما يجي في الاقليم عكس نفسه على واقع، خلينا نحكي مباشر على واقع الاخوه في حماس. اليوم كان في جزء التيار الاكبر في حماس كان ميال باتجاه قطر وباتجاه تركيا. اليوم قطر مشاكلها الخاصه مع دول الخليج انعكس على شكل القياده تقصد، تركيا مشاكلها الخاصه لا انعكس على موضوع الموقف. اكيد الاشخاص لهم اثر، لهم تاثيرهم الاشخاص. بالتالي المؤتمر الاخير لحركه حماس اكيد اثر على موقف قياده حماس، وايضا الاخوه المصريين بالوضع اللي بمروا فيه ايضا يعني عندهم اصبح شعور لابد انه معالجه الوضع اللي قائم بغزه، وخاصه ما يتعلق بانفاق وغير انفاق وكل القصص. يعني هناك عوامل محليه وهناك عوامل اخرى اقليميه، وهناك مخططات اكبر من المنطقه ترسم للمنطقه. بالتالي يجب انه ننهي هذا الانقسام، ننهي اثر هذا الانقسام. احنا بنتكلم والرئيس دائما بكرر ما في دوله فلسطينيه بدون غزه ولا في دوله بغزه. بالتالي مشان نذهب لدوله فلسطين على الاراضي المحتله عام 67 والقدس الشرقيه عاصمتها وعوده اللاجئين بدنا نكون موحدين. هلا اكيد 10 سنوات عجاف مرينا فيها ما بتتعالج قضاياها بين لحظه والثانيه وبين الساعه والثانيه ولا بكبسه زر. بدها نفس طويل وبدها ايضا يكون في ضمير يغلب المصلحة الوطنية على مصلحة هذا الحزب أو ذاك. لكن حماس الآن دكتور هي تطالب بخطوات سريعة، تريد أن ترى النتائج الملموسة على أرض الواقع، تطالب وقف الإجراءات التي اتخذت في غزة من وقف علاوات الرواتب وما إلى ذلك، وهي تقول أننا مكننا الحكومة وحللنا اللجنة الإدارية. شوف حتى الآن الحكومة لم تمكن، لسه ما بدأت عملها. وأحيانا يعني قد توجد عقبة هنا هناك، لا نريد أن نتوقف ونذكر بعض عقبات حصلت وتم معالجتها. حتى الحكومة لم تتمكن، احنا بنقول في جداول زمنية نلتزم بالجداول الزمنية، سواء بما يتعلق بممارسة الوزراء بوزاراتهم او ما يتعلق بعمل الأجهزة الأمنية او يتعلق بالمعابر. طيب احنا بنروح نستلم معبر رفح مثلا، معبر رفح خاضع لمعادلة دولية في اتفاق، في الإخوة المصريين طرف واحنا طرف والإسرائيليين طرف والأوروبيين طرف. بالتالي من اجل يفتح بشكل دائم بده في اتفاق موجود بده يتم العمل فيه وفق هذا الاتفاق الموجود. في حديث انه مع نهاية الشهر الحالي سيتم العمل في معبر رفح. تذهب القوة حرس الرئيس للسلام سلم معبر رفح عندما يكون الوضع مهيأ لفتح معبر رفح. يعني التاريخ المعلن غير دقيق الان. اما انت بدك تبعت حرس الرئيس يستلم معبر رفح ومعبر رفح لسه مغلق حتى الان، الاخوة المصريين بيقوموا ببعض الاجراءات التحسينية
في المعبر من الجانب المصري، وايضا زي ما قلنا اجتماع الجهات المعنيه بالاتفاق اللي حصل. عندما يكون الامور جاهزه وقتها حرس الرئيس بيستلم معبر رفح، اللي بعد يومين ثلاثه يبدا الناس تسافر. اما تذهب انت وتضع حرس الرئيس على معبر رفح ويبقى معبر رفح مغلق يحتاج لوقت طويل. طب الظروف اللي راح تسافر فيها الناس الان تحت اي بصير ضغط، وكان شو الفائده ان حرس الرئيس موجود معبر مغلق؟ فالناس بدها تشعر فيه بالفعل شغلات ملموسه. احنا برجع في شغلات يعني تحتاج معالجتها بشكل سريع، وفيها معالجات قد تحتاج وقت اطول. انا بقول يجب اولا نفكر بالميه، والسلطه الوطنيه كانت من فتره سابقه تطلب مساحة معينة من الأرض حتى يقام عليها مصنع كبير لتكرير المياه ليتوفر مياه شرب في غزة. المي معدمها مالحة، وممكن ب 2020 الأمور تسوء أكثر في موضوع المياه. وحاليا تم تحديد مكان في حوالي 100 دونم لتم بناء المصنع لتكرير المياه عليه. موضوع الكهرباء لا يجوز بالقرن 21 الناس تأخذ كهرباء 4 ساعات، يعني الناس بدها تأخذ كهرباء بالأخير 24 ساعة، وهذا الكلام بتطلب أيضا جهد، وهذا بتطلب جهد سريع. في بعض قضايا ممكن تحتاج وقت أطول، يعني بده يتحملها الإنسان، يتحمل مأساة 10 سنين 11 عام بده يتحمل. والناس يجب تأخذ بالاعتبار إنه يعني موضوع الوحدة الوطنية ليس إنه أنا بدي أرمي مشاكل غزة كلها بوجه السلطة بالتالي بين ليل وضحاها بدها تعالج. 10 سنين 11 سنة تراكمت عديد من المشاكل. أنا بقول والله اللي كان بزور غزة قبل 2007 كان بشعر غزة بالبرنامج اللي ماشي فيه السلطة وتطوير غزة كان ممكن يصير الضاهي كل المدن الموجعة على ساحل البحر المتوسط، لكن مع 11 سنة أكيد رجعت لورا، بحاجة تعيدها لمكانات عالية وثم تبدأ تطوير. وأكيد الأخ الرئيس أبو مازن والقيادة الفرنسية كلها معنية إنه تحاول تنهض بوضع شعبنا في غزة، تحاول تعالج القضايا اللي بيعاني منها الشباب بغزة. هناك نسبة عالية من الفقر، هناك نسبة عالية من البطالة، هناك مشاكل اجتماعية، هناك مشاكل أمنية، كلها موجودة في ذهن القيادة، وبالتالي كلها أيضا موجودة على برنامج عملنا. وبنأمل من الدول اللي دعمت الانقسام إن اليوم تدعم الوحدة بتوفير متطلبات معالجة بعض القضايا خاصة في الجانب الدعم المالي. مين هي الدول دعمت الانقسام؟ يعني لا نريد نرجع بالماضي، الكل بيعرف مين دعم الانقسام، يعني لا نخجل عندما نقول قطر دعمت الانقسام وتركيا فترة سابقة دعمت الانقسام والاخوان حركه الاخوان المسلمين دعمت الانقسام، يعني والصهيل كانها مصلحه بالانقسام. احنا بنقول اليوم بدنا نفكر بالحاضر بالمستقبل، ما نريد نرجع للماضي. احنا اليوم سعداء جدا انه في نفس ايجابي لدى الاخوه في حماس انه ياتوا للمصالحه واخذوا بمبادره الاخ الرئيس ابو مازن. الاخ الرئيس ابو مازن طرح مبادره انه حلوا اللجنه الاداريه، مكن الحكومة اللي توافقنا عليها في بيت الأخ إسماعيل هنية في مخام الشاطئ، وبعد ذلك نذهب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، يعني في خطوات متتالية راح تكون. كحركة فتح متى ممكن تعتبر أنه الآن الحكومة ممكنة في قطاع غزة؟ متى نعتبر هذه الخطوة أنجزت على أرض الواقع؟ عندما تتسلم صلاحياتها بالكامل ومعالجة قضية الموظفين حسب اللجنة الإدارية اللي تم الاتفاق عليها بشهر 5 من 2011 4/5/2011 في لجنة كان متفق عليها لجنة إدارية، وهي بدأت على موضوع تعالج، وبدأت تعالج الموظفين حسب هيكلية الوزارة. إذا وزارة بدأ 100 موظف تأخذ 100 موظف، بدأ 200 موظف تأخذ 200 موظف، بدأ 1000 تأخذ 1000. يعني لن يتم استيعاب جميع الموظفين اللي فرغتهم حركة حماس خلال 10 سنوات؟ لا تستطيع استيعاب الجميع. احنا لما نحكي عن اتفاق القاهرة كان ب 2011 يمكن كان عدد محدود من الموظفين، بعد ذلك صار عدد أكبر من الموظفين، بحيث لا يعني أنت لست لحاجة لكل هذا العدد الكبير. إحنا عندنا موظفين يمكن بشغلوا دولي عدد 20 مليون، بالتالي لازم يكون الموظفين حسب هيكلية الوزارة والهيكلية حسب احتياج الوزارة، بحيث ما تروح كل المبالغ بتوفر للسلطة فقط عبارة عن رواتب، بدك تعمل أيضا تنمية، لأن بدون ما تعمل تنمية بدها تزيد عندنا البطالة بزيد عندنا الفقر. بقية ما مصيرهم دكتور؟ أنا برجع بقول في اتفاق القاهرة كان في اتفاق على لجنة إدارية، اللجنة الإدارية مكلف معالجة هذا الموضوع. هلا اليوم بده يدعى في موظفين قدامى اللي بقبض راتب لا زال لليوم من السلطة، وفي الموظفين اللي هم وقت حماس. بدك تشوف مين محيل على التقاعد، مين بده يحال على بيرغب يحال على التقاعد، مين توفى، مين تعين، مين كذا، وبالأخير في لجنة راح تعالج هاي الموضوع
وبتصور انه تحتاج لوقت. عشان هيك يعني بدنا نكون صابرين، ولكن ايضا مخذين باعتبار هذا الترحاب الشعبي بموضوع المصالحة، لان الشعب بيدرك ان المصالحة تنعكس ايجابا عليه وعلى مشروع الوطني، على اساس مشروعنا الوطني، والانقسام بينعكس سلبا بدم المشروع الوطني. يعني الناس في غزة مشتاقين يجوا للضفة، والناس بالضفة مشتاقين يروحوا على غزة، زي ما بتروح على نابلس وعلى الخيل وعجين بيروح على خان يونس وعلى رفح وعلى غزة وعلى شمال غزة. بالتالي احنا شعب واحد 11 سنة مفصولين عن بعض. طبعا هذا ساعد الصعيد تأخذ إجراءاتها بالتعقيدات بموضوع التنقل بين الضفة وبين غزة وبين غزة وبين الضفة. لذلك احنا القرار أهم شيء، القرار عندنا في عند الرئيس أبو مازن وتعليماته وإلى الحكومة، والقرار في اللجنة المركزية إنه سنتعامل بإيجابية مطلقة وننهي هذا الملف الأسود من تاريخ نضالنا، وحتى نواجه ما يخطط إن ضد قضيتنا وما يخطط في الـ في الـ في الـ في المنطقة. هل لمستم محاولات لتخريب المصالحة دكتور؟ لتخريب؟ تخريب المصالحة، هل هناك محاولات بعد ما تم إنجازه على أرض الواقع؟ أكيد في بعض الناس يتضرر من المصالحة، في بعض الناس زي ما بيقول في ناس تجار حروب، في ناس أدى كانوا مستفيدين من الانقسام، وبالتالي يجب أن لا نعطي فرصة لهاي الناس اللي بترغب يبقى الانقسام، لا ترغب المصالحة، مصالح تضرر، ألا نعطيها فرصة تحاول تعطل تكون معالجات. وهذا بيعتمد على الإرادة لدى قيادة حماس ولدى قيادة حركة فتح، لأنه حتى بقول حماس وفتح محترام للجميع، لكن بالأخير كان المشكل الانقلاب حصل، وبالتالي الحكومة الموجودة اليوم تنفذ ما يتم اتفاق عليه من فتح بين حماس حسب اتفاق القاهرة، والحكومة أيضا جادة تضع كل إمكانياتها للنهوض بوضع غزة. وبصور رئيس الوزراء والوزراء ذهبوا لغزة، ولما بقول ذهبوا لغزة في طال تنقل داخل البلد ولم يزوروا غزة، وإن شاء الله شوي شوي تعالج الموضوع. قبل أيام دكتور يعني حسن يوسف قيادي في حركة حماس خرج بالتصريح قال أن المصالحة هي في الإعلام فقط. يعني أنا برجع بقول إنه أهم شيء الإرادة، الإرادة تكون على أرض الواقع. هل هي المصالحة في الإعلام الآن؟ أنا لا أتصور، لا أتفق مع أخونا حسن يوسف بهذا الكلام. المصالحة بالإعلام، إحنا قلنا في جداول زمنية، وبالتالي امبارح توقع اتفاق الاتفاق الصابق بالقاهرة. هي جداول غير معلنة؟ لا جداول معلنة، والبيان أعلن البيان، يعني بس ما أكيد موجود عندنا في المكتب الجداول معلن وموزع ومعلن بالصحافة ومعلن بكل شيء الجداول. وبالتالي ضمن الجدول اللقاء راح يصير بواحد عشر واحد وعشرين احداش في القاهرة، وجدول زمني بواحد اثنين، وجداول زمني موجود جداول زمنية، وبالتالي راعت الجداول الزمنية في بعض قضايا ممكن معالجتها بشكل أسرع، قضايا أخرى بتتطلب وقت أطول. في ما يتعلق بجزئية وقف الإجراءات في التي اتخذت في قطاع غزة في لها جدول زمني أيضا؟ هذا مرتبط بتمكين الحكومة. مرتبط بتمكين الحكومة، لأن بقول لك أيضا قد يكون من ضمن الإجراءات الضاغطة للوصول لما وصلنا إليه عدا قد يكون قناعات عند البعض في قيادات حماس ولعب دور أكثر في التأثير جوا حركة حماس بعد مؤتمرهم، أيضا ما جرى في الإقليم، وهذه الخطوات الرئيسية كانت متصاعدة، وقبل نهاية العام كان يكون في خطوات أكثر، لأنه شعرنا 11 سنة بنمول في الانقلاب، فكان القرار الرئيس الهدف منه الضغط لإنهاء الانقسام، ولا يكون هدف منه معاقبة أحد. وأول ناس تضرر منه كان شباب فتح بالخاص 130% من الموظفين، يعني موظفي السلطة وكبار الشباب كان معظم من فتح من فصل منظمة التحرير. أكيد في حماس بالصحة، في حماس بوزارة التعليم، في حماس بوزارات أخرى، ولكن كان الجزء الأكثر من الموظفين هم من فتح من فصل منظمة التحرير، وهو أيضا مستقلين. طب فيما يتعلق بهذه الجزئيات، هناك تفريغات عام 2005 دكتور، تفريغات على الأجهزة الأمنية وغيرها، حتى الآن لم تحل قضيتهم. خلال اليومين الماضيين كان هناك اجتماعات في قطاع غزة حضرها مسؤولين من حركة فتح، أمين سر المجلس الثوري وجهات أمنية، وأخبرت المجتمعين مع أمناء سر الأقاليم أن لا مجال لحل قضيتهم. لا أنا برجع في الشيء شي بنحلش، ما في قضية ما بتنحل، احنا بنحل قضية فلسطين قضية القضايا، فبدنا نعجز عن حل قضية 2005. بس برجع بقول انه اليوم تبعون 2005 وكل يقبض راتب، الكل يقبض راتب 1500 شيكل، يعني اذا اضيف له 50 شيكل بصير جندي مثبت، وبالتالي بصير له كامل حقوق وعليه كامل الواجبات. وعدة مرات تكلمنا عن موضوع الرعاية الصحية، وعندما نعرف بفلسطين يمكن التأمين الصحي متوفر عند الشعب الفلسطيني أكثر من دول مستقرة في العالم،
فالكل يعني مستفيد من برنامج تامين صحي، تامين صحي وضع حكومي، تامين عمال، تامين انتفاضه، تامين بطاله، تامين كذا. يعني ممكن يتم استيعابهم بشكل كامل كموظفين رسميين؟ يعني هذا بده بحث. لما نتكلم عن 2005 مفرغين 2005 كنا نتكلم اول شيء عن 18,000 واحد، في 6,000 راحوا عند حماس. لان لو كان التعيين بالاول بالتفريغ لما كنت تفريغ قائم على اساس الفحص الامني اللي كان يعمل فيه، ومعظم الدول تعمل دور فحص امني. ورغم ذلك برجع بقول انه اللجان المختصه ستعالج كل هاي القضايا، وهناك وفد امني ايضا موجود لمعالجه القضايا الامنيه. واليوم بيتم حاله عدد من التقاعد. لما اليوم نسمع حديث عن حاله التقاعد 7,000 واحد، التقاعد بنضيفه من غزه، ليس فقط من غزه، بنضيفه من غزه، ويمكن في عدد كبير منه عندما يصرف 70% من راتبه هو اصلا اما وصل سن تقاعد او نجد المصلحه الوطنيه حتى هذا عدد التقاعد. ليش؟ ما بدك تكون انت زي هرم مقلوب ان القاعده كلها ضباط ورتب عليا وجنود بس في الراس فوق، بدك تخلي العدد الاكبر من الجنود تحت والعدد اقل كل ما تصعدت للمرتبه عليا كل ما صعدت. يعني ممكن يتبعنا قرارات ثانيه بالتقاعد غير ال 7,000 اللي قررت. هلا بنحكي في 7,000 تقاعد بنضيفه بالغزه، وهذا لما نتقاعد باخذ راتب 70% من راتبه، وقد يكون جزء كبير هو رغبان ايضا منهم للتقاعد. ورغم مبدا التقاعد موجود بكل دول العالم، ولكن بدها توظف ناس جدد، بدها تحيل على التقاعد حتى توظف ناس جدد. فيعني الموضوع هذا سيبقى مستمر سواء في الإطار المدني، في الإطار العسكري، في الإطار الأمني، في إطار كل شيء. يبدأ نظام التقاعد موجود فيه في كل الدول. طب القضايا متقاعدين من السلطة، متقاعدين من السلطة. القضايا الأمنية كيف سيتم معالجتها في قطاع غزة؟ نتحدث عن أجهزة قائمة الآن على أرض الواقع شكلتها حركة حماس خلال السنوات العشر الماضية، هل ستقبل الفتح بوجود أجهزة أمنية شكلتها حماس؟ أول شيء الأمن، في قانون للأمن وفي عقيدة أمنية، والأمن ما بتم لا بمحاصصة ولا بتم بدمج ولا بتم كذا. وهناك لجنة أمنية راح تكون مختصة ومسؤولة مسؤولة أجهزة الأمنية ومن قيادات أزمية أيضا تذهب غزة وتعمل اجتماعات، والإخوة المصريين داخلين على الخط أيضا، وهذا الموضوع أيضا تم التطرق عليه باتفاق 2005. يعني حماس ستتخلى عن منظومة أمنية شكلتها بهذا الحجم بهذا القوة؟ إذا كيف الحكومة بدها تتمكن؟ الحكومة بدها تكون مسؤولة عن كل شيء، مسؤولة عن كل شيء، ويمنع أي واحد يكون معاه قطعة سلاح موجود بالشارع خارج نطاق ما يتم من الأجهزة الرسمية الحكومية، لا بغزة ولا بالضفة. لكن في فصائل مقاومة بغزة، وفي الشعب مقاوم في الضفة. وبصور من 2014 في اتفاق تهدئة، وفترات كان موضوع الجنود مثل الشرطة للإخوة في حماس منتشة على الحدود الشمالية والشرقية وتمنع أي واحد يوصل للحدود، وكان فترة تصريحات للظهار أي واحد بيطلق صاروخ اعتبر الواحد عمل غير وطني وواوا كل بديش أرجع للماضي. فمن يعني كل الناس مقاومة عندها، كل الفصائل عندها مقاومة. وبتصور لما كان في القدس قاومنا في القدس ما كانش أمام المسجد الأقصى ما كانش بالسلاح، تم مقاومة شعبية وأثمرت بغدر اليوم إنه في هجمة بندينها وبنستنكرها اللي بتتم في عند المسجد الأقصى. إسرائيل اليوم بتكثف اعتقالات، وكان لكل الناس اللي كان لها دور في مواجهة مخططها في موضوع الكاميرات، وأيضا بتم أحيانا نقل تعسفي لبعض الناس اللي كان لها دور وطني أيضا في المسجد الأقصى. نقل من قبل مين؟ لأكثر من جهة، وبالتالي بغض النظر من الجهة اللي موجودة هذا كلام لا يجوز وعيب، عيب. المسجد الأقصى في خطر لسه، بالتالي أنا مطلوب مني أعزز حراس المسجد الأقصى وأعزز الناس اللي تصمد في المسجد الأقصى، مش أخذ إجراءات للناس اللي صمدت في المسجد الأقصى. في إجراءات أخيرة طبعا غير على غير قضية الموجود. البوابات كيف؟ بعد قضية البوابات بعد قضية إجراءات. نعم أنا ما بيجوز أن كل واحد إمام مسجد أقصى وأروح أوديه أحط إمام في الصوانة، ولا حارس في المسجد الأقصى وأوديه حارس يطلع في منطقة ثانية. أنا مطلوب أعزز الناس اللي صمدت في هذا المكان، وبرجع بقول أكيد يعني إنه هذا الموضوع يجب أن يعالج. طب لم يطرح الموضوع مع الحكومة الأردنية موضوع المسجد الأقصى؟ إحنا دائما بننسخ مع الإخوة الأردنيين بكل ما يتعلق في المسجد الأقصى، وكان لجلالة الملك بخصوص جلالة الملك كان له دور واضح و
قوي جدا فيما يتعلق في البوابات في المسجد الأقصى، وكان تنسيق كامل هو الأخ الرئيس أبو مازن أبو الصوار، الأخ الرئيس أبو مازن قبل كم يوم كان في عمان وكان في اجتماع مع جهة الملك وبيحكي ويا في كل القضايا السياسية بما فيها قضية المصالحة. وأكيد جهة الملك هو معني بتعزيز المقاومة وتعزيز الثبات في ساحات المسجد الأقصى وفي المسجد الأقصى. كان هناك حديث في وسائل الإعلام قبل أيام أن الأردن لديها تحفظ على موضوع المصالحة، ما دقة هذه التصريحات؟ بس صواش الأردن أول شيء انعقد مؤتمر قمة في البحر الميت، وإحنا قلنا هذا المؤتمر ثبت المبادرة العربية اللي الحل يبدأ من الألف للياء وليس من الياء للألف في مواجهة المخطط الإسرائيلي بحاول يطبع مع الدول العربية في حتى نوصل بالآخر شيء إنه فيش حل للقضية الفلسطينية. وبس أقول حتى تصريحات الغانم رئيس البرلمان الكويتي، لكل احترام له وكل احترام لشعبنا في الكويت والقيادة الكويتية وللبرلمان الكويتي، إنه هاي كانت عبارة عن رسالة لهؤلاء الناس الصغار في بعض الدول، سواء اللي برقصوا مع الإسرائيليين أو اللي برحبوا في الأسواق بالإسرائيليين أو اللي بتواجد الصين على أرضهم بمسميات أخرى. إحنا طبعاً لا نتكلم عربية. اليوم لا طبعاً أنا عربي، لا نتكلم اليوم عن مصر مربوطة باتفاق ولا نتكلم عن الأردن مربوطة باتفاق، أنا نتكلم عن بعض دول الخليج. لذلك أنا بقول يمتثلوا بالغانم اللي أعطى درس لهؤلاء الناس المطبعين والصغار، إنه الشعوب العربية كلها قديش رحبت وهللت وكبرت في الغانم ودولة الكويت الشعب الكويت، بما تنظر بصورة سلبية للآخرين اللي بيحاولوا يطبعوا علاقات مع هذا المحتل اللي بدنا اسمه مقدسات الإسلامية المسيحية وبهين كرامة الشعب الفلسطيني أطفال ونساء وشيوخه اللي اليوم عندنا 7,000 و8,000 واحد داخل السجون الإسرائيلية. آن الأوان بالفعل هناك اتفاق عربي، المبادرة العربية اللي قدمها الإخوة في المملكة العربية السعودية مشكورين في مؤتمر بيروت بال 2002 واللي مؤتمر قمة في عمان ثبتها في البحر الميت. وإحنا اليوم جهة الملك عبد الله الثاني هو يتحرك باسم ليس فقط الأردن وأنت محرك باسم القمة العربية، وأكيد الأردن التوأم أكثر الناس معنيين بإنهاء الصراع وحل القضية الفلسطينية والحفاظ على المقدسات. أريد العودة للموضوع الأمني في قطاع غزة، مسؤولون فلسطينيون قالوا قبل أيام أن الحكومة يجب أن تفرض السيطرة فوق الأرض وتحت الأرض، أنت مع هذا الرأي؟ شوف الحكومة يجب تكون مسيطرة على كل شيء، ولكن أنا برجع بقول خلي أحكي مباشرة بالسلاح. السلاح في موضوع ذاتي في موضوع العلاقة بعامل آخر اللي هو موضوع الاحتلال. أنا بفهم إحنا نتكلم عن موضوع السلاح، بس يتكلم آخرين عن موضوع السلاح الأمريكان والإسرائيليين. طب لما ننهي الدولة ننهي الاحتلال، إحنا بدناش نخلي معنا بس مسدسات، بس ننهي الاحتلال، بس احتلال موجود، احتلال يمتلك سلاح نووي بدش الدولة غيره تصير عندها سلاح نووي، احتلال كل يوم بيصنع صواريخ وبدش غيره يصنع صواريخ، احتلال بزود كل مستوطنه بالسلاح وقال لك الفصائل الفلسطينية عندها سلاح، هذا شأن داخلي فلسطيني. لما تصير تنهي احتلالك عندي أنا أقول لك بحاجة كم أكثر مش بحاجة للسلاح، أنا بدي أبني بلدي وبدي أعالج قضايا 50-70 عام على الاحتلال و100 عام على جريمة وعد بلفور ومعاناة الشعب الفلسطيني. أما حاليا وأنا تحت الاحتلال الموضوع هذا يخص فقط الشعب الفلسطيني ويعالج في إطار الفلسطيني. حركة فتح كقيادة فلسطينية موقفكم من هذه النقطة؟ يعني أنا ما فهمت من كلامك أنه سيتم بحث موضوع سلاح المقاومة والإبقاء عليه، هكذا فهمت؟ أنا خلي أتكلم عن سلاح فصائل. أتكلم سلاح فصائل مش ببيش أن سلاح مقاومة أول بأول ناس استعمل كفاعة من سلاح حركة فتح، ولليوم حركة فتح لم تشطب من برنامجها الموضوع حق مؤسسات كفاعة مسلح إذا ارتأت أن هاي الوسيلة إنه تفيد شعبنا. هي حركة فتح لديها أجنحة عسكرية في غزة أيضا يعني. إذا ارتأت إحنا لما نتكلم عن في حكومة فلسطينية والحكومة الفلسطينية يجب تكون حاطة يدها على كل شيء، حتى لو كان السلاح عند فصائل هذا الفصيل أو ذاك أنا برجع بقول هذا لا يعالج بيوم ويومين وشهر وشهرين، ولكن استعمال هذا السلاح يجب أن يكون بقرار من القائد العام للقوات الفلسطينية الرئيس أبو مازن. قرار السلم والحرب بيخضع لقرار الرئيس أبو مازن ولا لأي فصيل آخر، لا لفتح ولا لحماس ولا شعبي ولا ديمقراطية. القيادة السياسية هي تحدد أسلوب النضال. قد نرى أنه في هذه المرحلة مصلحتنا النضال الشعبي، وبصور حماس من 1914 ملتزم بهذا الشيء. من 1914 حركة إخوان المسلمين، حركة حماس ملتزمة بهذا الشيء بالمقاومة الشعبية
وبس سؤال يعني اللي فيش فيش بالسلاح، واحنا مبسوطين انه بالاخير مش معنيين نظلنا نزج شعبنا في غزه لمجازر من قبل هاي الحكومه الفاشيه اللي تلقى الدعم بالكامل. لما كانت المجازر على غزه بال 2008 كانت كونداليزا رايز والناس تتكلم لوقف القتال، بدها تطيل امد قرار وقف القتال وكانه في جيشين بتقاتلوا، هي تطيل امد استمرار المجزره والمذبحه غزه. وبالتالي برجع بقول هذا الموضوع يعالج في الاطار القياده الفلسطينيه ولا علاقه لاي جهه خارجيه في هذا الموضوع، هذا شان داخلي فلسطيني موضوع السلاح. احنا بنرجع بنقول لابد بدايه اولى ضبط هذا السلاح، وبعد ذلك لابد معالجه السلاح ككل، ومين اللي بيعطي قرار باستعمال هذا السلاح، وهل يستعمل ولا لا يستعمل، يعني كله خاضع للقيادة السياسية. برأيك ومن خلال الجلسات المباحثات اللي عقدت مع حماس، حركة حماس لأي حد ممكن أن تكون مرنة بهذا الاتجاه؟ أي اتجاه؟ باتجاه التخلي عن سلاحها أو وضع كل القرارات تحت قيادة الرئيس محمود عباس، قرار استخدام السلاح. شوف التخلي عن السلاح يعني هذا مجال بأخذ بحث طويل. أما وضع السلاح تحت قرار الرئيس أبو مازن يجب أن يوضع تحت قرار الرئيس أبو مازن، ولا يجوز غير ذلك، ولا يجوز أي شخص يجر الشعب. هل لمستم أن حماسة تكون مرنة بهذا الموضوع؟ مش مرنة، يجب تلتزم، هاي تمكين الحكومة، هاي تمكين الحكومة، غير هيك على ما ذلك فيش تمكين الحكومة، فيش مصالحة، فكل القضايا يجب تعالج، وبالتالي يجب يكون معرفين من أول الطريق. إحنا ذاهبين لوضع يكون الوضع عندنا زي ما أي موضوع في أي دولة عربية، في بالاخير قرار السلم والحرب خاضع لدوله للهاي، وبالتالي خاضع الرئيس ده كل الدول دائما الرئيس هو رئيس القائد العام للقوات المسلحه. هلا بنحكيش على قوات المسلحه لدى الطائرات عندنا، بس بنحكي على هاي. واحيانا بدولك ممكن مقاومه شعبيه في مرحله معينه تثمر اكثر في هاي. يعني لو انا لو في نقاش غير مفتوح كان ممكن واحد يتكلم اكثر شو تأثير كذا شو تأثير كذا، بس أنا في جو مصالحة خلينا أتكلم خلينا في الجانب الإيجابي، خلينا نعتبره غير مفتوح. لا بطار مفتوح بتاعي بتكلم في جو إيجابي. أحيانا قد يكون في مظاهرة تعطي مفعول سياسي أكثر من الصاروخ. أحيانا ممكن أكثر من الصاروخ. طب حاليا في ظل كل هذه الأجواء، إن شاء الله أنها بتظلها أجواء إيجابية، في حال بقية الأمور ماشي بهذا الاتجاه، متى ممكن نشهد الانتخابات الرئاسية والتشريعية؟ بعد ما تتمكن الحكومة بالكامل من ممارسة صلاحياتها أكيد بصير وقتها اجتماع بصير قرار بموضوع الانتخابات. سيتم بحث موعد الانتخابات في لقاءات القاهرة القادمة؟ يعني لقاء الفصائل في القاهرة سيتم التطرق أنه لعودة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للاجتماع قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ما هي اللي بدها لجان تحضيرية. بدها ترجع لجنة تحضيرية اجتمعت في بيروت وصار لقاء ثاني في موسكو بدعم أصدقائنا الروس، إنه بدها ترجع لجنة تحضيرية للاجتماع، وبتصور في عقبة كبيرة زالت أمام المجلس الوطني اللي هي موضوع البرنامج السياسي. وإحنا بنحكي عن برنامج سياسي قائم حالياً. لكن لما انعقد المجلس الوطني هو صاحب الصلاحية بقاء برنامج سياسي جديد. الأغلبية بتقر برنامج سياسي، الأغلبية تحترم رأي الأقلية، ولكن الأقلية تلتزم رأي الأغلبية، والبرنامج السياسي اللي يقر في المجلس الوطني هو برنامج هذه الحكومة، واليوم الحكومة الموجودة هي تلتزم برنامج القائم حاليا لمنظمة التحية الفلسطينية، لأن الحكومة كما أقول هي عبارة عن أحد أضرع منظمة التحية الفلسطينية. يعني بالنهاية بجميع الظروف جميع الأحوال إلى أين وصل تمكين الحكومة وغيرها، سيعقد المجلس الوطني بمن يحضر؟ وهو في يعني عندما تكون هناك في مصالحة، عندما تمكين الحكومة مع ذاك إنه ملف المصالحة حقق الهدف، بالتالي نذهب لتوافق على مجلس وطن جديد. إذا لا سمح الله ونتمنى ألا يحصل ذلك وما تكونش عقبات لنوصل للنهاية، كان حديث سابقا على عقد مجلس وطني بالأعضاء القائمين مع حق كل فصيل يغير ممثليه وحق المنظمة الشعبية يتغير أيضا ممثلية حسب التغيرات اللي بتجرى بالفصائل بمؤتمراتها أو نقابات مؤتمراتها. ولكن برجع بقول أنا متفائل إنه الأمور والضغط الشعبي وأيضا إصرار الرئيس أبو مازن وإصرار اللجنة المركزية لفتح من جانبنا إنه إحنا ذاهبين إن شاء الله لننهي هذا الانقسام ونتائجه، وإحنا دائما نتحمل مسؤولية تجاه شعبنا في قطاع غزة، بالتالي يدفعنا أيضا ذلك مصلحة وطنية عليا ويدفعنا في ذلك أيضا معاناة شعبنا في قطاع غزة.
القاعدة الشعبية لحركة فتح في قطاع غزة هل هي راضية الآن عن ما يتم إنجازه على أرض الواقع؟ أكيد الشعب الفلسطيني كله في قطاع غزة اللي عانى 11 عام لم يكن هذا الفقر نسبة هذا الفقر في غزة، ولم تكن هاي البطالة في غزة موجودة، ولم يكن هذا الدمار في غزة موجود، ولا المشاكل الاجتماعية ولا يعني قضايا كثيرة عانى من الشعب لآخر 11 عام. وبالتالي يعني كل شعب الفلسطيني كل ما كان تواجده سعيد جدا بالملف المصالحة والخطوات اللي بتتم، ولكن السعادة أكثر عن شعبنا في غزة لأنه هو اللي عانى عمد 11 عام من نتائج الانقلاب اللي حصل بال 2007. طب حركة فتح هل هي بخير الآن في غزة؟ أنا بقول قد يكون وضع فتح في غزة، بديش أقول وضع فتح بغزة، خلينا أقول يمكن مكان فتح بين شعبنا الفلسطيني بغزة قد يكون أفضل حالا من الضفة الغربية، قد يكون وضع التنظيم في الضفة بدأ ترتيبات فيه أحسن وضع غزة، لكن الحالة الشعبية لفتح بغزة أكثر. لماذا؟ لأنه شعبنا في غزة جرب 11 عام من حكم حماس، وبالتالي أصبح مقارنة بين كيف كان في السابق في حريات وفي استنهاض بوضع غزة وفي اقتصاد وفي وبين 11 عام الأخيرة. وبالتالي الشعب بغزة بكل مكوناته هو سعيد جدا ترجع السلطة لغزة حتى باني أمل تنهي الجزء الأكبر من معاناته تدريجيا. طبعا حركة فتح تمارس أنشطتها الآن بشكل مريح في غزة على أرض الواقع ما بعد ما تم الاتفاق عليه من خطوات، ما دام اللجنة الإدارية حلت والحكومة بدأت تمارس صلاحياتها بغزة، إذا ما عاد في إمكانية واحد يستدعي واحد لا للتحقيق ولا الاعتقال ولا غيره. بس تم استدعاء. أنا برجع بقول لا، يعني ما بدناش نظل واقفين عند كل قضية وكأنه إحنا كل شيء انتهى. إحنا بنرجع بقول في جداول زمنية لتمكين الحكومة، ولسه حتى الآن لا استلمنا معبر ولا استلمنا نهائيا وزارة، ولا حلينا قضية موظفين، ولا حلينا قضية سلاح بالشارع، ولا سلاح تحت الأرض ولا فوق الأرض، ولا يعني ما زال لسه الموضوع البرنامج في بدايته. عشان بنرجع بقول إنه هاي خطوات حسن نية وخطوات ثقة، يجب أن نتوقف عن استدعاءات الناس. وأيضا بتصور رغم ذاك الأمور اليوم أكيد تختلف عن السابق، يعني ما بعد المصالحة تختلف عن السابق. اليوم في وفود من حركة فتح تذهب لغزة وبتتجول في غزة وبتلتقي وبتزور بيت الرئيس الشهيد أبو عمار رحمه الله، بتزور بيت أم أقدم أمير الأسرى في غزة اللي هو الأغا أو أقول يعني عميد الأسرى، لأن يعني هذه إمارة ألفاظ لا يعني لا نقبلها، ما ظلش في عهد أمرا أمير المؤمنين وغير أمير المؤمنين وهاي الأمرا اللي بتشكلها داعش وغير داعش. هنا إحنا بنقول عميد الأسرى الأغا في غزة، يعني الشباب موجود هناك، وإحنا أتمنى نلاقي شباب غزة كلها، نتمنى شباب يلعبوا مطاعم غزة ويأكلوا سمك من سمك بحر غزة. طب في ظل قبل ما قبل الاتفاق المصالحة حماس اتصلت أو كان لها تواصل وحاولت تعمل اتفاقيات مع القيادة المفصول من حركة فتح محمد دحلان، حركة فتح الآن هل يمكن أن يكون لها تحفظ على اتصالات بهذا الشكل في المستقبل؟ شو بدالك في أثناء ما كان كيري يعمل رحلات مفوكية كان بيطرح بعض قضايا على الرئيس أبو مازن، في أحد المرات قال له يعني بمعنى انه يعني اذا كان عندنا مرور في هذا الجانب انا هذا بكره بعطي تعليمات الامارات تنهي موضوع واحد اسمه محمد دحلان. فعلا لا نعطي اعتبار كثير لشخص هو حاول يستثمر معاناه شعب بغزه من خلال الاموال الموجوده بين يديه، ولكن بتصور عندما تكون هناك مصالح وطنيه، الثوره الفصليه عندما تفجرت بال 65 كان معظم قيادتها من غزه، والانتفاضه الاولى أيضا تفاجأت بمخيم بغزة. مؤخرا كان هناك حديث عن خطة أمريكية أو خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية في الشرق الأوسط تقوم على التطبيع مع الدول العربية وإنهاء الخلاف أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هل هناك معلومات حقيقية حول هذا الموضوع؟ شو ما تذيع الصحف الإسرائيلية، أول شيء إحنا بنعرف سواء أيام كيري لم يقدم شيء مكتوب لنا، كان دائما ينقل افكار امريكيه اسرائيليه، والاداره الامريكيه السابقه كانت تدير ازمه ولا تبحث عن حل،
ويتكلم اليوم عن صفقة عصر، وهم يدرك اليوم ليست أمريكا وحدة اللاعب في المنطقة، هناك روسيا تدخل اليوم بثقة في المنطقة، هناك دول على مستوى قارات العالم بدأت تنهض، وبالتالي إنه سيكون أكثر من لاعب. أمريكا مصلحتها أيضا تعيد ترتيب أوضاعها سواء في المنطقة أو في منطقة شرق آسيا، وقد تحتاج أحيانا لحل هنا وحل هناك. حتى الآن أمريكا تستطلع الرأي ولم تطرح علينا أي أفكار، وإحنا بنقول إنه نأمل أول شيء لن نقبل المبادرة العربية إنها تأخذ فيها أمريكا من ياءها لألفها، وبصور مؤتمر قمة العربي في عمان أكد على هذا الشيء، والملك عبد الله جات الملك عبد الله في حراكه الساحة الدولية أيضا هو يعمل في إطار الاتفاق المبادرة العربية اللي من ياءها من ألفها لياءها. إذا بنقول لترامب إنه أي مبادرة تقوم يجب أن تقوم على قرارات الشرعية الدولية، تكلم عن دولة فلسطين أراضي محتلة عام 67 القدس الشرقية عاصمتها، وتعديلات طفيفة بالحدود، ولن نقبل بوجود مستوطنات على أرضنا. هؤلاء ناس متعصبين، ناس فاشيين، وبالتالي ممكن يتفجر وضع بأي لحظة، يذهبوا إلى المناطق اللي ما وين اللي السيطرة غب تضعهم فيها، ولكن ليس في أراضي دولة فلسطين. وأيضا لابد من حل قضية اللاجئين حسب قرار 194. إن لم تكن المبادرة الأمريكية قائمة على الشرعية الدولية، إذا لن يكتب لها النجاح. بالمبعوثين الأمريكيين كيوشنر وغيره، ما هي الملفات التي يحملوها الآن خلال زياراتهم للمنطقة؟ لم يطرحوا أفكار حتى الآن، هم يستمعوا. وبالتالي بنحكى عن هاي المبادرة الأمريكية، ننتظر، طلبوا منا انتظار حتى يتم قبل نهاية العام، ولكن أحيانا عندما تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية هذا الموقف لوجود الفلسطين في الانتربول، أو تأخذ موقف لليونسكو، يعني آل أوان أمريكا، وأنا بلجوش أمريكا المشكلة عندنا. لو أمريكا بتشعر أن مصالحها بتتضرر عندنا كانت تلجأ لهاي المواقف وهذا الانحياز الأعمى للحكومة الإسرائيلية بغض شو العلاقة العضوية بيناتها. لذلك أنا بقول دائما إنه في شعبين خاضعين للاحتلال في العالم، إحنا وشعب الولايات المتحدة، وبنفس الجهة إحنا بيحتلونا اليهود الصهاينة بقوة السلاح، وشعب أمريكا بيحتلهم اليهود الصهاينة بقوة المال اللي من خلال شراء عناصر بالكونغرس الأمريكي بيسيطروا على الإدارة الأمريكية، وبالتالي بيقبلوا إنه تهان كرامة رؤسائهم أمام اللوبي الصهيوني اللي هو الإيباك. وبتصور حتى الآن لما يخطط السياسة الأمريكية في المنطقة هي مراكز الدراسات الصهيونية وأيضا اللوبي الصهيوني اللي في الولايات المتحدة. غير متفائل بأي أفق لحل سلمي قريب؟ إذا كان لا تفائل بموقف الولايات المتحدة، لا تفائل في موقف الولايات المتحدة، الولايات المتحدة يجب يكون هناك ضغط عربي عليها. هل الأردن تضغط من جانب، السعودية تضغط من جانب، مصر تضغط من جانب، ولكن برجع بقول يجب أن يكون هناك التزام من كل الدول العربية بالموقف اللي تم التأكيد عليه في مؤتمر قمة اللي حصل في البحر الميت، وبصوا اللقاءات تمت مع الملك عبد الله الثاني، مع الإخوان بالسعودية، مع الإخوة المصريين، الأخ رئيس أبو مازن، لقاءات مستمرة سواء كانت مع ترامب أو مع الوفد الأمريكي، كلها تؤكد على الحل القائم على أساس المبادرة العربية والشرعية الدولية. أريد أن أشكرك الدكتور جمال المحيسن في نهاية هذه اللقاء. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج في البلد، تحدثنا فيها مع الدكتور جمال المحيسن مفوض التعبئة والتنظيم وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح.